شي مرة شفته بسينة عم تاكل ولادة؟ منظر أبداً مش حلو بالنسبة لإلنا نحن البشر. أكيد ناكل أطفالنا شي غير أخلاقي ومش مقبول، بس بعالم الحيوانات هيدا شي طبيعي directly related للإنستينكت أو الغريزة الحيوانية. بدراسة بجامعة فلوريدا أكدوا العلماء أنه لو ما كان في شي benefits شي منيح من وراء هالشغلة ما كانوا البسينات بيقتلوا وبيأكلوا ولادهم. بدراسات سابقة كان الفيليال كانيباليزم يعني أكل الولاد بيفسروه كحاجة الأهل للإنرجي للطاقة، بس هالنظرية منها كتير صالد حاليا. كلوغ من جامعة أكسفورد بيقول إنه أكل الولاد اللي ممكن ياخدوا وقت أطول ليبلغوا بيوفر عناية أكتر للنسل اللي أوريدي بلغ أو ما في أمراض. في ملاحظات تانية بتقول إنه البسينات اللي بيكون عندها خلل بالهرمونات مرات بتاكل ولادها كمان. هيدا بالإضافة لغير نظريات بتقول إنه هدف البسينة الأم المحافظة على نظافة محل ما عم ترضع الهيلثي كيتنز تبعها، فبتقتل وبتاكل الصغار المريضين أو الضعاف. شو ما كانت الأسباب لازم عطول نحط ببالنا إنه البسينات أو الحيوانات الأليفة بالمطلق حتى ولو عايشين معنا بنفس البيت بنفس الغرفة بالنهاية منو البشر، بيضلوا حيوانات ولازم نحترمهم على هالأساس، يعني نحترمهم نعملهم ونفهمهم على طبيعتهم مش مثل ما نحن بدنا.